نصيحتنا لهم أن يخلصوا النية في طلب العلم، وأن يأخذوا عقيدتهم من الكتب الموثوقة الصحيحة، وأن يأخذوها عن العلماء المحققين، يأخذونها من الكتب الموثوقة، كتب التوحيد، كتب العقيدة، ولا يأخذوها من الكتب المنحرفة أو الكتب الضالة، وهي كثيرة جدا. هناك كتب كثيرة تضلل الناس عن عقيدتهم، تجلب إليهم عقيدة فاسدة جاء بها الشيطان، شياطين الإنس والجن، فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن نحافظ على هذه العقيدة ونحفظها بصدورنا ونحفظها بقلوبنا ونسير عليها إلى أن نلقى الله بها يوم القيامة. نعم.